Your Excellency, معالي الفتاح السيسي, فخامة President of the رئيس Republic of جمهورية Egypt, مصر العربية عبد الفتاح السيسي، السيسي, and government, Chairpersons of رؤساء the African الدول Union, والحكومات، honorable ministers, distinguished معالي guests, الوزراء، ladies and gentlemen, الحضور الكريم، سيدات welcome to the AFRICA والسادة، 2017 أود Forum. أن أرحب بكم في Many of منتدى you have استثمار traveled أفريقيا. far الجميع to be قد here. تجشم عناء We السفر represent إلى different هنا، regions, ونحن نمثل countries, أقاليم and مختل businesses. أقاليما مختلفة ودولا From Sharm مختلفة el-Sheikh here in the وأعمال north, تجارية مختلفة، to من Cape Town شرق in the south, من شرم from الشيخ في Dodoma in the الشمال east, إلى to كيب Lagos in the تاون في west. الجنوب، ومن But we all شرق share a passion القارة إلى for غربها. our beloved continent, for our نتشارك beloved في Africa. حماسة وشغف And I واحد know لقارتنا you will all want to المحبوبة، join وأنا us أعرف in أنكم thanking His تود Excellency, أن President تشاركوني Abdel في Fattah توجيه el-Sisi, الشكر الحار for his dedication لفخامة الرئيس to our عبد continent, الفتاح السيسي، وذلك which has enabled لتكريسه us to come الوقت together والمجهود for this لصالح forum. هذه القارة والتي تمخضت عنها هذا المنتدى. I would also like to أود thank all أيضا the young أن أتوجه entrepreneurs بالشكر for the great لكافة energy شباب you showed من us رواد yesterday. الأعمال، وذلك للحماسة في المشاركة الدؤوبة التي أظهروها اليوم وأمس. Like so many of you, شأنكم شأني شأنكم فإن قصتي تتجاوز حدود أفريقيا. ولدت في القاهرة وترعرعت في زامبيا، وهناك أنا وعائلتي أقمنا عملا تجاريا ناجح، مما لم يترك لدي أدنى شك أن هذه القارة هي حضانة للمشروعات الناجحة، ويمكن أن نحقق ما لا يمكن تحقيقه. الآمال تصل الآفاق، آفاق السماء. الجميع يحلم ببنية تحتية جميلة وجيدة، حيث يمكن للجميع أن يحصل إلى التعليم. أربعة من خمس سيدات يستطيعن أن يصلن إلى التعليم وإلى المياه النظيفة وإلى الكهرباء، ويمكن أيضا للسيدات أن يقمن بممارسة الأعمال التجارية. السيدات والسادة، يمكنني أن تطلقون علي أنني حالمة، وكما قالت الرئيسة الجمهورية ليبيريا سيرليف، أنه إذا لم تشرئب الأعناق لتصل إلى السماء، فإن الأحلام لن تتحقق. أنا لا أقول لكم مجرد سرد عن المستقبل الذي لا يمكن أن أستشرفه، ولكن أنا أجرؤ أن آخذ بأيديكم لكي تنظروا إلى هذا الحلم الذي يمكن جميعنا أن نحققه. في الواقع إن هذا الحلم يتحقق، ونحن نشارك في إحداث نقلة تاريخية. علينا أن ننظر حولنا. Do you know which country هل تعرفون the world ranked first أي دولة قد أتت في مصاف الدول الأولى فيما يتعلق برواد الأعمال؟ إنها أوغندا. إن السينما المصرية وصلت إلى المصاف إلى التنصيف الثاني. وأيضا السينما في نيجيريا وصلت إلى المستوى الثالث. إن الشباب يعملون الآن في مختلف أصقاع الأرض ويستطيعون أن يغيروا وجه الأرض. إن الشركات المصرية لرواد الأعمال بدأت تأخذ اللون الأخضر، بدأت تكون صديقة للبيئة، وبدأ رواد الأعمال يعملون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في جنوب أفريقيا. فهناك أكبر منطقة أو أكبر مرصد في العالم في جنوب أفريقيا، وفي نيجيريا أيضا هم المتحمسون للواي فاي، يقومون ببناء مركبة يمكن أن تسير في الأرض وفي البر وفي البحر. كل هذه الديناميكيات الخاصة بالأعمال التجارية التي ينشئها ويقوم عليها الأفارقة، أعتقد أن كل هذا سوف يمهد المناخ للاستثمار. ودائما لا توجد أمامنا أي حواجز تحول دون الوصول إلى أمانينا. وأعتقد أن هناك بعض التحديات التي يمكن أن نحولها إلى فرص استثمارية هائلة، ولكن لماذا ما زال المستثمرون متخوفون من الاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا؟
لماذا قد تسربت من أيدينا الاستثمار المباشر، استثمار الأجنبي المباشر، فقد انهار من 8% إلى 3% أو حتى 2%. المشكلة ليست في عدم النشاط أو التكاسل، ولكن المنظور والرؤية الخاصة بنا. إن المنظور في بعض الأحيان يغطي وجه الحقيقة، ولهذا فإن حصة أفريقيا من المخاطر دائما يتكون مبالغ فيها. وعندما نجتمع هنا فإن أكبر تحدي لنا هو أن نقدم السرد الصحيح للاستثمار والأعمال التجارية في أفريقيا. علينا أن نعرف دائما أنه يجب أن نفرق بين التجارة البينية في أفريقيا والاستثمار. لكل دولار نقوم بإرساله عبر الحدود الأفريقية فإنها تؤثر تأثيرا سلبيا على الدول الإفريقية، ولكن 73% من الاستثمارات الأفريقية تظل في دول القارة. وأعتقد أن هذا أكبر دليل أنه عندما نقيم بنية تحتية أفضل ويكون هناك تكامل إقليمي لا حدود فيه، فسوف تزيد التجارة العابرة للحدود. وكما تعرفون جميعا أن العقبة الكؤود في هذا المجال هو البنية التحتية في إفريقيا، وبحلول عام 2020 سوف نحتاج 93 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية وتجديدها. من الجانب الإيجابي فإن رؤوس الأعمال ما زالت موجودة على المستوى العالمي، ولكن علينا أن نصل إلى هذه المصادر، ولكي نقوم بذلك علينا أن نقوم بتحسين وتطوير تشريعاتنا، وأن نقوم بتعزيز السيولة في السوق، وأن نمهد الطريق لإيجاد آليات تمويل جديدة. السيدات والسادة، شأن كافة الوفود من القطاع الخاص، فأنا موجودة هنا واستمعت إليكم أولا، وذلك لكي أستشعر النبض. وفي خلال 18 شهرا الماضية زيمبابوي تيليكوم قد قامت بشراء شركة أخرى ب 30 مليار دولار، فأكبر شبكات الإنترنت في أفريقيا حدث توسع عبر الحدود. وأيضا هناك استثمار هائل في سواء في نيجيريا والجابون، وذلك لإقامة أكبر مصنع للسماد الكيماوي في العالم. إذن فإن أعمالنا التجارية تتجاوز الحدود. إن أنغولا قامت أكبر مركز للبيانات لها في البرازيل. إن سابيتال الخاصة بالجزائر تتوسع في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. وفي نفس الوقت فأيضا الجواذب أو عوامل الجذب الأفريقي تزيد، فإن شركة إيرباص وجنرال إلكتريك وأيضا المصنع للتليفونات أوبو بدأوا يقومون بإنشاء مصانع تجميع وإنتاج لمنتجاتهم في مختلف أصقاع أفريقيا. بحلول 2020 حوالي 5.6 تريليون دولار سوف تكون متوفرة في، أو من المنتظر أن تكون متوفرة في 2025. 1.5 سوف يتوفر من الريع التجاري، وهذا هي مجرد البدء. فإن الفرص ذهبية وضخمة، وهناك الكثير من الإمكانات التي لم يصل إليها أحد ولم يستكشفها أحد. ونحن نعترف أننا لا يمكن أن نعظم من هذه الفرص إلا عندما نثق بأنفسنا. والسكرتير العام السيد سنديسي أوغوينيا قد لاحظ أننا نحن كأفارقة دائما نحسن معاملة الأجانب أكثر مما نحسن معاملة بعضنا البعض.
ودائما يسهل على الأجانب أن يسافروا عبر حدودنا أكثر من ما يسهل على الأفارقة أن يتنقلوا فيما بين دول قارتهم، وهذا لن يتغير إلا عندما نقوي عرى التعاون الاقتصادي والسفر والتنقل الحر والعمل سويا، مما يأتي بنا اليوم هنا في منتدى أفريقيا عام 2017. هناك أعداد كبيرة جدا تمثل 75 دولة وأكثر من 600 شركة. نحن في منعطف حيوي يمكن أن يخلق الحوار بين رواد الأعمال المستثمرين والحكومات ورجال الأعمال. علينا أن نعضد ونقوم ببناء عرى التعاون بيننا، وذلك لنيسر التجارة البينية وأن نسمح للشركات التجارية أن تتجاوز حدود البيروقراطية، وذلك بهدف تحسين مستوى الحياة في أفريقيا، لأن هذه الأمم هي التي تستطيع أن ترسل رسالة أفريقيا إلى العالم. إنه ليس بمحض الصدفة أننا نتقابل هنا في مصر، حيث يكون هناك إصلاح، برنامج إصلاح قوي يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسنة الرابعة على التوالي. ليكن هذا ملهما لنا جميعا في أفريقيا، كما كان هذا ملهما لدول الصحراء الأفريقية. فنحن قمنا في أعقاب الإصلاح الاقتصادي، تم إنشاء أكثر من ثلث الشركات العاملة هنا في مصر. نحن الأفارقة علينا أن نخرج من الفقاعة التي حبسنا فيها أنفسنا، علينا أن نتجاوز الحدود، وعلينا أن نكسر الأنماط وأن نكتب، نعيد كتابة قصتنا، وأن نأخذ بزمام المبادرة. وعلى كل رائد أعمال في هذه القاعة نود أن نوجه لكم الشكر، ليس فقط لتواجدكم ولكن لما تقومون ببذله من مجهود وطاقة وأفكار. إن مستقبلنا معقود بأيديكم، أنتم الذين سوف تسردون حكاية أفريقيا فيما يتعلق بالتجارة، وأعتقد أنها أنجح قصص الاستثمار والتجارة، وأنا أتمنى الله أن يسدد خطاكم. شكرا لحسن الاستماع.